belajar insya Allah dengan pembacaan doa maulid kita tutup ini, maka segala apa yang kita minta bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la gada syurru li na'din man awsahuhu tuhyil guluban tuhayyijul ashujala. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ذلالا لكن حبا في السرائر قد دعا لمريح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة هاهنا نرفع وإلي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مغتاله وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن وادانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالب أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح العقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا بصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.